وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الجيوفيزيائي الأستاذ وليد عليان للتحدث أكثر عن مخاطر الزلازل. أستاذ وليد مساء الخير. مساء الخير حياكم الله. أستاذ وليد بدنا نتحدث شوي عن الكوارث وتحديداً تكلمنا مع الدكتور وقلنا أنه ما راح يكون في تنبؤ للزلازل وصعب نتنبأ في الزلازل والمهندس خبرنا أنه الحل الوحيد هو أنه نتدارك هاي المخاطر ويكون عندنا وعي أكبر، ولكن في عندنا مشكلة حالياً أنه إحنا كل ما بنحكي في المخاطر أو بنحكي شو هي الإجراءات السلامة العامة بيكون في رعب عند الناس أنه في خطر قادم. فرح نسلمك إحنا الموضوع وتخبرنا أكثر بما أنه إحنا عارفين إن شاء الله ما في خطورات قادمة أو ممكن يكون في، ولكن كيف ممكن نتدارك هالمواقف؟ يا سيدي الكريم، في البداية أود الإشارة إلى نقطة معينة. إحنا الآن لما نتحدث عن إدارة الكارثة أو إدارة الكارثة الزلازل بالذات، هذا لا يعني بأن هنالك زلزال قادم قريب. صحيح. إحنا فقط لعملية تدريب الناس وتثقيفهم في موضوع كيف يواجهوا هذه الكارثة. الكارثة الطبيعية بشكل عام ومنها الزلازل لا يمكن منعها، وبالتالي هي قادمة لا محالة. نأخذ مثال بسيط، الآن الدفاع المدني لم يجي ويدرب الناس على إطفاء الحرائق واسطوانة الغاز، هذا لا يعني أنه كل اسطوانة الغاز في البيت راح لا سمح الله يصير فيها اشتعال، هو عملية تدريب، وهذا ما راح نتحدث فيه. إحنا نتحدث عن مواجهة الكوارث حتى نستفيد من الدروس التي تحدث حولنا. على سبيل المثال زلزال تركيا والزلزال اللي صار أثر على تركيا وسوريا، إن شاء الله رب العالمين يرحم الأموات ويشافي الجرحى والمصابين. آمين. نتعلم منه دروس، يجب أن نتعلم دروس من هذه الكوارث التي تحدث في العالم لتدعيم منظومة الدفاع عنا بشكل عام، الدفاع الخاص. مش كل شيء للدفاع المدني، الدفاع المدني أساساً دوره هو عملية إدارة ما يحدث أو عملية تدريب وتطوير. المشكلة عندنا الآن الدفاع المدني مسؤول عن كل شيء، عن الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، وهذا أصلاً مش دور الدفاع المدني. بالدول المتقدمة دور الدفاع المدني فقط تخطيط لمواجهة الكوارث، ليست موضوع الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، هذا دور البلديات في العالم. لذلك أنا نتحدث عن موضوع الزلازل عنا في الأردن لا سمح الله في حال حدوث زلزال. يبدأ الدور الآن من البيت، من المنزل. الآن في البيت في المنزل رب الأسرة يجب أن يحدد الأولويات في مواجهة الكارثة. يعني البيت بدنا نعرف وين أكثر الأماكن قوة، وين أكثر الأماكن بتصمد لا سمح الله إذا صار في زلزال مسبقا دون الحاجة لأي شيء. ما فيش زلزال قادم لكن لازم نتدرب إحنا الآن. نعم. بحدد أنا في البيت كيف ممكن أعرف أنا هاي المعلومة؟ كيف ممكن أعرف وين أكثر مكان آمن في البيت؟ سيدي إحنا بنحدد عادة في قواعد هندسية في البيت إنه أقوى الأماكن في البيت اللي هي قرب الأعمدة. الأعمدة ما يسموه بالشمعات في البيت، كل ما اقتربت من الشمعة بتكون أنت في أمان والأمان عند رب العالمين. برضو كمان تحت الأبواب، الباب فيه حلق أو ما يسمى بالإطار تحت إطار الباب، أيضا في المرأة ابعد الآن عن البلكونات، ابعد عن المناطق اللي فيها ألواح زجاجية، لأنه إذا صار زلزال لا سمح الله ستتكسر هذه الألواح وبالتالي قد تؤثر عليك. برضو البلكونات هي أضعف المناطق في البناء، هي أول شيء لا سمح الله إذا صار زلزال راح تسقط. أيضا أختنا في المطبخ بالذات وهي ربات البيوت كلنا أخواتنا وبناتنا لازم يأخذوا بعين الاعتبار أنه موضوع المطبخ من أخطر المناطق. ليش؟ لأنه في شغلات كثيرة موجودة فيه ومتحركة، يعني مثلا الثلاجة مش مثبتة، الغسالة مش مثبتة، فرن الغاز مش مثبت. لازم أولوية تكون وتثبت هذه الثلاجة بالحائط بطريقة أو بأخرى، الثلاجة والغسالة والفرن. برضو كمان الخزائن هذه يجب أن تكون مثبتة جيدا. الأشياء الموجودة هذه المرطبانات اللي موجودة في المطبخ المرطبانات يجب أن تكون موجودة في خزائن مغلقة، لأنه إذا صار في زلزال ستتحرك من مكانها هذه، قد تكون هي التي أثرت على الأشخاص سواء كان في المطبخ أو حتى في غرفة الجلسة. غرفة التلفزيون، التلفزيون عادة في السابق كان يوضع على طاولة، الآن ما في شاشات يجب أن تكون مثبتة مزبوط. ولكن أنا آسف أستاذ وليد بدي أقاطعك بشغلة بسيطة. اليوم أنت عم تتكلم معي بخصوص المطبخ، خلينا نكون واقعيين شوي. احنا اليوم في كل البيوت الأردنية ما بنكون متأكدين انه المطبخ الخزائن مثبتة، البراد مثبت، الغاز مثبت والاشياء هاي، ولا يمكن خلينا نكون واقعيين اكثر انه نيجي نحكي انه راح يتم تثبيتها بشكل او باخر. فهل انت هون من مكانك ممكن تدعو الناس انه ما يكونوا قراب من المطبخ؟ يعني معلش احنا قصص تثبيت هاي والاشياء هاي خلينا نكون واقعيين في البيوت الأردنية ممكن تكون صعبة. سيدي هذا كل الحديث اللي نتحدث وإحنا نختصر الموضوع. نعم،
يجب أن نستفيد من الدروس هذه. كل العالم بصير فيها أنه زلازل، بعطي دروس لكل العالم. يعني الآن صحيح لحد الآن في عندك 20,000 شهيد أو بتركيا وبسوريا، في عندك حوالي 5 والعدد الآن مرشح للازدياد وقد يتضاعف، لكن استفادوا أكيد من الزلزال اللي صار سنة 99 في إزميت، لأنه أعطى دروس كبيرة مش بس تركيا للعالم كله. الآن مثل ما تفضلت أنت في البيت، البيت الآن إذا ست البيت أو أي شخص في البيت إذا حس فيه اهتزاز، القاعدة بقول ابقى حيث أنت لكن حاول أن تحمي رأسك. يعني إذا كنت قريب الطاولة انزل تحت الطاولة، إذا كنت أنت على البلكوني ادخل للداخل ابتعد عن البلكوني، إذا كنت في أمام شيء وتحرك روح من أمامه، هذا إذا كنت في البيت. إذا كنت في المدرسة، وهون الدور الأكبر للمدرسة في الإرشاد والتوجيه، أنه في معظم المدارس الآن في عندك طاولة أمامك، إذا حسيت بالاهتزاز انزل تحت الطاولة مباشرة. القاعدة الدرج عفوا نعم الدرج أو الطاولة أو اللي كنت بالمختبر تحت البنش ما شابه. الآن الأولوية أنك تنزل بهذا الشكل، لا تحاول تهرب أو تخرج من الغرفة، لأنه أول شعور لك بالاهتزاز هذا تكون الأمواج الأولوية للزلزال، وبالتالي ثواني تتبعها الأمواج الأخرى الثانوية والأمواج أيضا السطحية، وهذه المسؤولة عن الهدف تكون أقوى. أقوى طبعا أقوى، وهي المسؤولة عن الدمار. لذلك إذا شعرت باهتزاز حاول انزل تحت الطاولة تحت الدرج تحت الرحلاية واحمي رأسك لحد ما يصير في سكون تام، ليس سكون لحظي. بعدها حاول أخرج من البيت، أخرج من المدرسة، أخرج من أي مكان أنت فيه وابتعد عنه بمسافة ارتفاعه، لأنه قد يكون هذه حصلت قد تكون هذه الموجات خلخلت وصدعت البيت. الآن فيما يسمى بالآفتر شوك أو الهزات الارتدادية قد تأتي هزة وبالتالي البيت ينهار منها. لذلك بس تشعر أنت في عملية الهدوء حصلت، انزل من البناية بهدوء واخرج منها وابتعد عنها لأي ساحة قريبة، مسافة ارتفاع، حتى لا سمح الله إذا جاء ما يسمى بالهزات الارتدادية وسقط البيت تكون أنت بعيد عنه. الآن إذا كنت ماشي بالشارع وشعرت أنه في اهتزاز أو لاحظت أنه بعض الأجسام تسقط من البنايات، حاول ابتعد عنها، وقف نص الشارع، ابتعد عن أعمدة الكهرباء، ابتعد عن البلكونات اللي تسقط، وإذا في عندك ساحة قريبة حاول اجلس فيها. هذا اللي كنت الآن في المدرسة حكينا وفي الجامعة حكينا. لذلك الآن يفترض فيك أنت تكون أول شيء تحافظ على رباطة الجعش ما يسمى. إحنا متحدث في هذا الموضوع الآن نظري، الآن قد يكون الإنسان إذا تعرض إلى الخوف يرتبك، وهذا نسبة كبيرة جدا، أنه أنا دارس وقارئ كل شيء وبعرف الاحتياطات، لكن إذا صرت في حالة خوف قد لا أضبط تصرفاتي. الآن إحنا بنشوف في بعض الزلازل العالمية اللي صارت أنه بكون الأشخاص بدور 7، 8، أو 10، أو 11 لما يحس باهتزاز يقفز من الشباك، تخيل لوين، لأنه مش قادر يضبط تصرفاته. لذلك إحنا لما نتحدث الآن بنعطي دورات، الآن مطلوب من كل مدرسة، وهذا ليس خطأ، كل مدرسة أنه يعملوا برنامج إخلاء تجربة، لو كل أسبوعين مرة، لو كل شهر مرة، هذا لا يعني أنه في زلزال قادم، بس بدي أدرب الطلبة، لأن إذا دربتهم أنا في المدرسة كيف تتم عملية إخلاء، أنه بالصف لما أعطيك صوت أنه الآن صار زلزال، بس صار فيه سكون، تخرج عن طريق الدرج، تنزل بهدوء، مش عن طريق طبعا المصعد، لأن المصعد كهربائي، حتى لو كان شغال بعد الزلزال ممكن خلال فترة يطفي وبالتالي تعلق داخل المصعد، تنزل عن طريق الدرج إلى ساحة المدرسة. إذا ما في ساحة بتخرج إلى منطقة مفتوحة بعيد عن البناية مسافة ارتفاعها. هذا باختصار ما قد يطلب من الشخص أنه يتعلمه في حال واجه هذا الزلزال. نحن قلنا بأنه هذه ليس معنى كلامنا أنه في زلزال قادم، لكن يجب أن نكون محتاطين. إحنا الآن مثلا الدفاع المدني بيبعث ناس للتدرب على مواجهة الحرب الكيماوية مثلا في اليابان أو في أمريكا، دورة ممكن يودي 10 أشخاص لمدة شهر شهرين ثلاثة. هذا لا يعني أنه في عندنا لا سمح الله رح يصير تسرب كيماوي، لكن في حال صار يكون في عندنا ناس مستعدين لمواجهة هذا الخطر. صحيح، الاستعداد لمواجهة الخطر أهم من أنك تعرف أنه في زلزال قادم أو في زلزال قادم. هذه أمور علمية حقيقة، لم نتفاجأ بالزلزال، معظمنا لم نتفاجأ بالزلزال، نعرف أنه هذه منطقة الزلازل حدود صفائح تتصادم لابد ما يصير زلزال، لم نتفاجأ فيها أبدا. لكن صار أنه السوشيال ميديا الآن موجود ومتاح للكل، متاح للخبراء ومتاح للناس اللي معلوماتهم قليلة بهذا المجال، وكل واحد صار يدي بدلوه، صار ينشر شائعات، لأنه الشخص هو جالس أحيانا ممكن يتخيل، ممكن يصير في عنده تخيلات ويتحدث بإسهاب عن موضوع ليس له به علم. نعم صحيح. وهون إحنا أستاذ وليد كمان أنت تحدثت على
إنه إذا إحنا كنا في البيت كيف نتصرف، إذا إحنا كنا في الجامعة، في المدرسة، في كل الأماكن وين نتصرف. في كمان سؤال كان عم بتراود كثير، إنه أنا أطلع بسيارتي أمشي ولا خلص أترك وأضل طالع بس بعيد المسافة الأمان اللي أنت حكيت عنها. كمان في سؤال كان كثير عم بينطرح وتحديداً عم بوصل للناس، تجهيز الحقيبة اللي فيها الأغراض والورق والأشياء اللي بتخصني، بعيداً أنه إن شاء الله زي ما أنت تكلمت حضرتك ما رح يكون في عنا أو لا يعني وجود زلزال قادم أو شيء، ولكن هاي الاحتياطات البسيطة أيضاً. سمعت أنا على موضوع أنه يكون معك شنطة موجود فيها جواز السفر، موجود فيها أوراقك دائماً موجودة في مكان ما عرفها إذا بشي بدك تطلع، هاي الأشياء كلياتها إذا ممكن تعطينا تفاصيل شوي عنها أكثر. أخي أكون صريح معك، هذا الموضوع يعني مطلوب من الناس، لكن في حالة الخوف من الصعب أن الإنسان يتذكر هذه الأمور المادية. الآن هو هدفه أنه ينجو بروحه، أحيانا يكون شوي عاطفته مش جياشة، ممكن ينسى أطفاله داخل البيت ويخرج منه ويتركهم، يعني بكون الهدف يعني أخذ الهدف أنه ينجو بنفسه. الآن أكيد لازم يكون في كل بيت عبارة عن حقيبة إسعاف قبل حقيبة جواز السفر. حقيبة إسعاف بسيطة، كل بيت لازم يكون فيه ما يسمى بالصيدلية صغيرة أو حقيبة الإسعاف، فيها اسعافات اوليه لفاف ومايكروكروب وشاش وبوزي. هذه يجب ان تكون موجوده في كل بيت. مثلا كل يقول اول يقول لك في راديو، لازم يكون مثلا التليفون دائما مشحون. هذه الامور موجوده من خلال نفسنا، لان حاليا فيش حد يطلع من بيته والتليفون مش مشحون. الان موضوع انه الشنطه تكون فيها كل الوثائق الرسميه، لان اكيد كل بيت فيه شنطه او حقيبه او رف او مكان موجود فيه كل الدوكيومنتس هذه المهمه للعائله كامله. لكن اذا صار في حاله هلع وخوف، هل سيتذكر هذه الحقيبة ويترك النجاة بنفسه إذا ما قدر يضبط أعصابه؟ صح، لكن إذا ظل في البيت لحد ما هدأت الحركة، هذيك الساعة يكون قد عاد له بعض توازن وبعض الثقة بالنفس، وبالتالي بإمكانه يدخل للغرفة ويأخذ الشنطة هذه ويأخذ الدوكيومنتس ويأخذ حقيبة الإسعاف وينزل من الشقة أو من البناية أو من أي كان فيه دورها عن طريق الدرج وليس عن طريق المصعد ويخرج من البناية. الآن احنا بنحكي عن الكارثة اللي حصلت في تركيا وفي سوريا، الآن تكالبت كل الأمور، يعني فصل الشتاء أساساً قوات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء أساساً مرهقة قبل الزلزال، لأنه تعرف لما يكون في حالة ثلج وحالة تسكير طرق وأمطار وإنقاذ وإسعاف قبل الزلزال بتكون هذه الجهة اللي هي المسؤولة عن الإنقاذ والإسعاف والإطفاء مرهقة. ايضا الزلزال حدث والناس نايمه، يعني الناس نايمه ببيتها، يعني حتى وهذا الخطوره، يعني الشخص لما يكون نايم ما يشعر في الزلزال كيف يتصرف هو نايم اساسا، لان هنا الخطوره انه الزلزال يحدث في الليل. اخطر شيء انه الزلزال يحدث بالليل، الناس نايمه، لان لما يكون صاحي ويشوف في اهتزاز وفي شواهد في البيت على اهتزاز بتصرف تصرف اللي حكيت وانا قلت بعض المعلومات عنه. لكن اذا كان الخطوره اذا كان الناس نايمه وبالتالي ما في مجال ليقوم بأي عمل إن كان. أيضا الطقس والحالة الجوية في جنوب تركيا وشمال سوريا أيضا حالة سيئة، هذه الظروف اجتمعت الثلاث. لذلك احنا نتحدث بنقول رب العالمين هو اللطيف، احنا نحتار. نعم صحيح، إذا كنت صاحي واعي وانت متأكد ومتيقن وجالس وحسيت انه فيه اهتزاز وشعرت في الاهتزاز تصرف اللي حكينا فيه. لكن إذا كنت نايم، النايم هذا لا يشعر في شيء، واحيانا حتى الناس تختلف درجه حساسيتهم للاستيقاظ، في ناس بيسموه مثقيل وناس دمه خفيف، لذلك ممكن الامور كلها هذه تكون غير مفيده. لكن هدفنا انه نوعي الناس، نبدا من البيت والمدرسه بدور متكامل، كل منهم يكمل الاخر. البيت بيعطي معلومات للاطفال انه وين المكان، اذا كنت بالبيت وشعرت نلجأ للغرفة هذه، هي أكثر الغرف اللي بيكون فيها خلينا نقول الصالون اللي هو بس يكون مساء خلينا نقول عرضه قليل. أيضا بيت الدرج قد يكون له دور، حلق الباب أو ما يسمى بالإطار تبع الباب بجنب الشمع، هذه المناطق يعني نحددها بجلسة هيك جلسة بين الأم والأب والأطفال والأبناء، إنه هذه الأماكن إذا شعرت اهتزاز خليك أقترب منها. إذا كان في طاولة ما فيش طاولة في أي شيء له سقف انزل تحتيه، يعني حتى لو الكنب حتى لو اي شيء بس ابعد عن الامور الزجاجيه، ادخل تحتيه حتى تحمي راسك، لانه الاولويه في حمايه الراس.